المفطرات السبع الثلاث الأولى مجمع عليها اللي هي الأكل والشرب والجماع، هذه باتفاق العلماء أن الصائم عليه ألا يأكل وألا يشرب وألا يجامع أهله. نعم، بقي أربعة اللي هي إخراج المني من غير الجماع، مثلا القي، الحجامة، بقي الاكتحال والقطرات في العينين وفي الأنف وهو السعوط، هذه كلها محل خلاف بين أهل العلم.